مرحبا وسهلا، ايش حالكم؟ منبر شعب الصحراء يا اخي. بس يا اخي خير، الحمد لله ما شاء الله. هو حسب التحقيقات الاولية لشبكات التواصل الاجتماعي والناس اللي دور الاصلاح لاهل الصحراء في المخيم عن هذه الحملة اللي قايمة ضد المدونين اللي كافحوا من اجل اصلاح هذا المشروع، وضد الناس اللي تتكلم عن الفساد والمفسدين. الراضي ليلي، نانا لبات الرشيد، الخليفة برك، واللائحة مازال تطويل، جايين أساميها كاملة اللي ينطرحوا خارجة على القريب في الأمر عن هذا اللي دايمين ضريك ضد هاي الرواية اللي دايرينها. سحفوهم ولا ما نعرف، معدلينها على سبة هاي المنشورات اللي خرجت عن الراضي الليلي وصوتية نانا لبات الرشيد وصوتية الخليفة برك. قال من دري مولانا كان هاو الثلاثة المناضلين تاعين الترقاع، يا كانوا ما يهزوش القيادة من الناس اللي قاع تتكلم بالصوت وتكتب بلا أقلام وتقيسهم هما عند عقر ديارهم، ولا هي خايفة منهم عند عقر ديارها للصحراء. زايد على ذاك، هذا وقعدتها وكاملين اللي قايمين ضده، القايمين باطل بدي الحملة اللي دي، هي هما قاع صفتهم شن هي، هما صفتهم قاع عشان هما كاملين عادوا قاعدين عنهم مناضلين، يكذبوا عنهم مناضلين. ثبت التاريخ عنهم ما هم مناضلين، ومازال لا يثبت وراهم ليه عنكم اللي تنفعوا القيادة. والله كل اللي يتوحلهم في شيء في بير قاع عدوا، يا ليتنا قاع نتموا بذيك الصفة اللي كنا بها ذيك الساعة. وراني مولي الجماعة الثانية كاملة اللي تنطرحهم. مرحبا بكم مرة ثانية من برشا الصحراء. هو كيف قلتوا كاملين، يلا حق هو هذه الناس اللي في المنابر تنشط والنقاش قطعنا عنها إلى عادة اللي موعودة مستهدفة. إياك ما تم تتكلم، أنا نظن على أنه كيف قال المولاي، يلا تنلهنا نظم حال ولا قاع ضدا في هؤلاء الناس اللي باقين يسكتوا الناس، والله باقي الناس ما تعبر عن وجهات نظرها في مسائل عمومية مشتركة للناس كاملة. إيه معناها على أني والله اللي يالت ضعف الجهود، واللي كان يتكلم لا مرة يتكلم 100 مرة، والاستمرار في أداء هذه المنابر، أدائها لمهامها النبيلة. توف محمد مظلوم، وهذه خلقت حالات عديدة، وتم ضغط على قيادة التنظيم لتنصف ذاك المظلوم، وهذه حالات خلقت، وتسلط الأضواء، تشرح للناس، توعي الناس، تبين للناس، ولكل واحد على كل حال فكرته وقناعته وقراراته هو في نفسه. ذاك شيء يعنوه يقير خارج نقاش عمومي وتقييم عمومي وتشخيص عمومي للأحداث والتدبير تدبير تدبير، قطعا على أنه باش تسكت الناس بحجج واهية، حجج واهية، لأنهم هم عبارتهم قاع الكاتبين في هذا المنشور اللي طالبوا الناس أنها تنسحب وتنسحب من المنابر ويسكتوا المنابر، يعني حجج واهية ما هي مبنية على الصح. يقير حق منتظرة على أنهم هما كدرت عليهم هذا المنابر، كدروا عليهم في الوقت اللي ما هم قدوا يعودوا جزء ولا طرف في الحوار ويدخلوا ويتحاوروا ويناقشوا، ولا عاد فمشي كذبوا عندهم دليل. يقول لا دفع، يعني سياسة النعامة، الهروب إلى الأمام ودفن الرأس في الرمال، وفي الأخير يمشوا وحدين إياك يسدوا المنابر. كيف قال مولاي وانتو كاملين، حد يسد المنابر، يسد الفيسبوك ويسد تويتر ويسد تيك توك ويسد هذه وسائل الإعلام الكثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والله يا أخي الفاضل المحترم، بعد التحية والسلام نبغيكم تبينوا رواية. احنا ما عندنا شيء، مغطيين ودون شيء، واحنا مرت علينا 50 سنة ونعرفوا في هذا البلد حتى، ونعرفوا ذي 50 سنة شمر فيها، ولأن مولي ملودين الفتنة مع حد، ولأن ملودين الصكة، ولأن ملودين لصقاي، ولأن ملودين التلباس، ولأن ملودين مولي القولان شي خاسر الحد يسوى منه، ندوره يعود يقول عنه لا هي يقصينا من المنابر ولا يديرنا فيها،
ولأن مولي ملودين الحد يديرنا في منبر ما هو منبر ذاك هو فيه الصواب حق بعض، وشي شفناه صواب نقولوا عنه صواب، وشي ما هو صواب لا نقولوا عنه احنا نشوفوه ما هو صواب، ويقدي يشوفوا حد ثاني مولي في صواب يغير الواعرف ذا كامل عن هذا اللي واحنا فيه ذا لزمية ما هو اللي واحد احنا فيه ذا اللي قالوا هم وقلنا احنا وقالت الناس كاملة ندوروا نطرحوا استفسار عن هذه الضحايا التي تم يعني تأكيد أنها أبرياء وأنها عانت ومرت بجحيم أليم لا يتصور العقل البشري أنه باستطاع الإنسان أن يمر به ويعيش بعد ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى هون ياسر من الأدلة والإثباتات والضحايا والبينة اللي صبحت تفرض على أي نظام وأي مطبل وأي إنسان سوي له ذاكرة وعقل بشري أنه يتقدم بهذه الجماعة اللي قامت بهذا الإجراء، وإن كان مساهما معها أو يخشى شيء فارعت عصابات مسلحة يعني تتبات في جرائمها وتصبح كأنها مادة، وهذا ما تلقد يصح يا أخي. الناس وكم وفامها انقلقوا وفامها بالتراب رشيد جهنم وبالكتان حبال الكتان، ولا تكلمت وسكتت ودخلت في جواها كاملة مولي ورهبوها ينين عاد الإرهاب ما تلم الزيشي عاد لقاش كأنه نوس ولا قنينة ولا فار حق بعد 5 سنين ما يشوف الضوء مكتف ليل ونهار ويعطش ويجوع ويحور وذا كامل يأخذ عليه. معناها عنكم يا ناس عدوا عقلاء، احنا ما لنا متشامتين مع حد ولا يلتحد مولي يجي يحكي لنا زبوره ولا تاريخه ولا خلونا من ذا كامل نرجعوا الى مر قلنا هذا الناس اللي قاموا بهذا الاجرام في حق هاي البشريه، ومولي الى حد الساعه ما قد يعود النظام عنده علبه لا يحقق بها شيء في تبيان هذه الحقائق. الناس تلف ليه وتلف ليه وتلف ليه وتلف ليه، انتم اعترفتوا كاملين. ايوا شدروا نحن نسكتوا لكم، والله ما نسكتوا ابدا غير مولي ماكم لا يتجرون للخبطه والفتنه اللي باغين توحلوا في الادميه والقبائل وما نعرفهاش وكذا وكذا، ومثلتوا راك من الاعلى ذاك حق العصا اللي شاكين عنها عود وهي اللاد بيبيس راك ما تعقبت يطلع عليكم الشمس تجبر راسكم واحدين في راسكم انتم. هذه هي الحقيقه، احنا باغيين تبيان هذه الحقائق، علاش ما نكون باغيينها انتم؟ ها يا مرحبتي بكم منبر شعب الصحراء شطاري لباس يا خير مرحبا بك محمد يحضيه الولي الامام الجماعه الطالعه كامله هون الحاج متوفي شطاري لباس يا خير. هذا 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 مش معروف على انها فضايح هذه لوبيات الفساد يسوى قاع منين عراتها وكشفتها هاي وسائل التواصل بالاخص دي المنابر اللي في واتساب اللي عاد صنت للناس كاملة من كل تواجدات جغرافية يسوى الصف المخيمات يسوى المناطق يسوى الدول المجاورة يسوى في أي بلاص عاد الناس تصنت اللوذيات وعاد مستفادة منهم، واللي ما كان على دراية بياسر مشي عاد على دراية به وهم قضى عنها اللي تمسهم واللي يحاولوا عنهم حق يديروا لها دعاية ويحاولوا لأنها تنقفل ويحاولوا لأن ياسر مشي لأنها معرية ذا الفساد وذا النوع اللي هم يعوموا فيه غير خاصهم هم يفهموا بعد على الناس عاد في مرحلة ثانية ما هي في مرحلة الجاهلية يعرفوا هما اللي يقموا لدمية بيك شعارات وذيك مسائل اللي ملجمة بها الناس سمعتات فيه. هذا جيل ثاني وعاء ونضج وكامل مقاون حتى هو اللي في زمن اللي هو فيه زمن الإعلام وزمن وسائل التواصل وزمن هذه المسائل الحديثة الجيل نفس الشيء كيف 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 ذي الوسائل حتى هو الجيل الأرباب ذا هو وله يعري ذا كامل. نحن
كنا اصلا تعرفوا الان ما قد حد يتكلم هذا الكلام، ما جي في بيش الدق يعني، اذا ما حد قادر له فيه رجعت عاد منين عاد الوزير شي خاص الوزاره ما قالش فيه، اللي عدلها الرئيس سطن واللي عدلها المسؤول كيف ذلك. الناس نضجت هي الحقيقه، اصل الله يحاول يوقف المنابر يوقف وسائل التواصل، يا غير قالوا للناس اللي قادر مراكش يخليه حتى زادهم قد يمشوا يديروا اتفاقيات مع اصحاب الفيسبوك وصاحب واتساب تليجرام وتيك توك والمسائل واليوتيوب باش يقدروا يديروا معاهم شراكه، كانوا يقفلوا عنهم يقفلوا عنهم دي الفجر اللي نطلع صليه اقعد واعر شوي وحار حق. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على اشرف المرسلين، منبر شعب الصحراء، يومكم سعيد وكيف حالكم، مرحبا بالجميع. والله سمعت هذا النقاش وحقيقة النقاش وقال المنبر هذا، أنا بتليت قاعد في هذا المنبر، منبر هذا شعب الصحراء ومنبر شعب يريد الاستغلال، منابر الثانية فيهم يا غير قاعد ما تيجي فيهم نقاش ذاك. الحقيقة أنا شفت منشور جماعة هذا يا غير ذا قاعد من الخدش الأعراض، ما هو خالق هذا خالق، ما أنا لعد عن ذاك النوع اللي يخلق اصطدامات بين الرواقيج وكله يقول الثاني كلام الخاسر إن عنه قدر من الزمن قليل والله قامت لخال هذا بعد إلى عدل جايين من ذي الجهة هذا بعد ما هو خال. وسمعت هون دخلاتكم كاملين، سمعت أبو مولاي باضل والله إذا قال الحقيقي إنه فيما يبدو أعلن ذا عاد لهي هذه المنابر، أنا أسميها المنابر وجروبات ونسميها منتديات فكرية بها اللي يخلق فيها نقاش أنا أستفيد منه، يخلق فيها نقاش أستفيد منه، وبالتالي والله اللي تفيد قبال تسلط الأضواء على مسار حق نهاد تقيم تقييم دقيق دقيق المسار هذه 50 سنة من تأسيس البوليساريو والتنظيم. هو على كل حال بالنسبة لذي المنابر عاد فهم تيار ولا فيئة تناقش تعرف تيار، احنا عاد عندنا أصدقاء من خلال ذي المنابر ونقاش مد كلها في بلد على الأقل تربطها بعض القواسم المشتركة وتناقش فيها، نختلفوا والله ما نختلفوا غير بعد هذا 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 شي جابوا مولانا وسيلة إعلامية مشتركة تجابر فيها الناس شد فيها شمال الأخبار، ذيك الأخبار اللي تبقى على مستوى كل واحد وجماعة. وأنا بعد نقول أني قطعا على أني المنابر بعد تالية منها أنا فيه ما في شيء مثلا، وفهم فئة ثانية اللي جات قاعد عليها أنا ما تتصورني قد يجي لي أحد، أهمها تسحب الناس من المنابر وينقفلوا المنابر، أنا عنوي ينقفل التواصل بين الناس وينقفل النقاش وينقفل شد الأخبار أعلاه به اللي فهم بعض التقييم اللي مس من قيادة التنظيم مس سنتين وفوتوا ياس من الزمن ما يقولوا حد، وقطعا عنه هذا يتأكد على أنه في فئة باقية توقف فوج هذه وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا بعد أنا نقول عنه في قباء وبتينا. مرحبا مرة ثانية منبر شعب الصحراء، يومكم سعيد وكيف حالكم. والحقيقة هذه وسائل التواصل الاجتماعي أراهي ما كدرت إلا على قيادة بوليزاريو وهذه الجماعة اللي معاهم تابعة لهم، وراهي كدرت لها اسم الدول وراهي خلقت رأي وعادي اسم الدول طارح لها بحساب وتتفاعل أجهزة الدول حينما ينتبث خبر، وهذا هذا وهذه 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 المنابر اللي هي جروبات الواتساب هذه هي أكثر وسائل التواصل الاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والله يا أخي الفاضل المحترم لذاك المديور، مديور لا كان هم يطمسوا على الرواية غير قطعا نؤكد لهم أننا لن نسكت أبدا ما دمنا نعيش، وأنه سيضيق عليهم إن شاء الله
ولا يتموا يحسبوا ذيك دقائق الرهبة في نفوسهم إلين 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 يقسموا لنا ولا يمتثلوا للحق كيف ما كانوا يحتسبوها بالدقيقة والثانية. هذوك المدجنين اللي يتراوحوا مكرفين في زنازين الرشيد قطعا عنهم حتى هما ما ندورهم يموتوا، والله يطول إن شاء الله أعمارهم إلين يتألموا ويتأزموا حتى ويحسوا بذيك الحقائق ويعرفوا عن الله واحد إن شاء الله وبلا شريك حق بعد. والله ما لنا لين يسكتوا، والله ما اللي إلا مستعدين للجحيم وجهنم فوق بلدنا ومستعدين لأي شيء جابوا الله في الدفاع عن حقوقنا، ولن نسكت أبدا. هذا ليكن على علم به كل من أراد أن يسمع، وإحنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين نطالب بالتبيان فقط. أما لهم هما ما يقدروا يبينوا هذه الحقائق، يتموا لا يتستروا عليها ويكذبوا، والله لما اعترفوا بحقيقة براءتنا أمام العلم وقدموا ذوك الناس اللي كانوا لا يبتشوا فرواقيش ويقولوا عنا اللي نقوله لا الكذيب وعنا لا ما نعرفش خالق لنا وعنا السيكان عندهم هما معمرة يدنهم يعرفوا عنها لا سيكان كذيب بهم اللي قاع هما فاتوا عرفوها يعرفوها أصلا، وهذا لا مجال للرجوع فيه حق بعد وليعلمها الجميع.